اعمل فانل الاستضافة. هو انا مش فاهم سؤالك قوي، انت عاوز تعمل فانل عشان تسوق للاستضافة؟ لو انت عاوز تعمل فانل عشان تسوق للاستضافة فانا هقول لك ازاي. والناس اللي مش عارفة يعني ايه فانل تركز معايا. تخيل دلوقتي يا جماعة ان انا قلت لكم عاوزين تعرفوا ايه هي افضل 5 شركات للتسويق بالعمولة، فالناس مهتمة جدا، ايوه عاوزين نعرف ايه هي افضل 5 شركات. قلت لكم روحوا مثلا للرابط اللي في البايو هتلاقوها. فانت دخلت على رابط، الرابط ده انا عامل فيه فانل، هشرح لك يعني. طبعا انا مش عامل كده هنا، ده انا بديك يعني مثال. اول حاجة ببدأ اقول لك ازاي ايه هي للحصول على افضل 5 شركات للتسويق بالعمولة 2022، ضع ايميلك. فتبدأ انت تضع الايميل بتاعك واسمك وتضغط اريد الحصول على هذا العرض، يبدأ يتبعت لك بشكل مجاني على الايميل ملف وورد مثلا او كتاب بي دي اف فيه افضل 5 شركات للتسويق بالعمولة في السوق العربي، صح كده؟ تبدأ انت تعمل ايه؟ تبدأ تستفيد بالمعلومات المجانية اللي موجودة. جيت انا بعد كده رحت محولك على صفحة فيها عرض بسيط خالص، قلت لك انا ممكن ابني لك موقع واختار لك منتج من الشركة المربحة دي واحط لك لوجو في الموقع بتاعك، وكل ده هعمله لك مجانا لو انت سجلت عن طريق رابط الافليت بتاعي. تمام؟ لو سجلت عن طريق رابط الافليت بتاعي في الحالة دي، فانت لما تسجل عن طريق رابط الافليت بتاعي باخد انا عمولة، وفي الحالة دي ببدأ انشئ لك انا الموقع. ده يعتبر فانل، لو انت خدت العميل من اول الحصول على هدية مجانية، لو هو مهتم فعلا وصلته المرحلة ان تعالى يا عم هبني لك انا بخبراتي موقع جامد وكل حاجة، بس تسجل عن طريق في الاستضافة. هو لما يسجل عن طريق مش هيدفع ولا جنيه زيادة نهائيا، نفس المبلغ استضافة بلو هوست لو هيدفع لها $35 في السنة هو هيدفع لها $35 في السنة، بس عن طريق الرابط بتاعك انت هتاخد عمولة، فالعمولة دي بتمكنك ان انت بت يعني بتسوق له الخدمة دي.